المستشار الدولي عادل سعد أبو سراقة، والذي حصل على العديد من الجوائز والدعوات لحضور عمل الورش في الحجامة والطب الأصيل، وقد قدم بعض البرامج التي حازت على رضا وانتشار عالمي ودولي. The international consultant Sheikh Abu Saraqa Adel has many treatments for the world, and may God benefit him. We raise the highest thanks to him. Кипяченая петрушка. Берешь пучок петрушки и делишь на две части. Каждый день по одной такой части. من معنا يا اخوان؟ بعلي تفضل معك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بغيت أسأل عن علاج مفيد لالتهابات الحلق والبلغم جزاك الله خير. يوني مستقلين سيشو بريسكي ونيو سيمينار شيشني بويت ونيو سيمينار اي كتاو بوچيت ابوچيت تاقي جامي ابوچيت ستو يوني ان شاء الله مي سكاجم داتو